2/8 أدينا واجبنا على أكمل وجه. أنا النقيب ناصر سلطان أحمد سالمين، كانت وحدتي المغاوير تقريبا الساعة 8 دق التليفون، ولا من تحدث ضابط خفر المغاوير قال لي نقيب ناصر التحق. التحقت، جهزت نفسي وقعدت أنطر الأوامر. الساعة 2 أطلقت صفارة الإنذار، انطلقنا حسب الأوامر، سريتين، سرية قاتل عند أم العيش وسرية عند نزلة المطلع. 2/8 أدينا واجبنا على أكمل وجه، تم وقوعنا بالأسر. صباح يوم الجمعة تم ربط أيادينا وتسكير عيوني، ركبنا الباصات، ومن هذا اليوم تاريخ 3/8 بدأ الأسر الفعلي. أول عدد كان تقريبا 630 ضابط. كنا في أول معتقل، معتقل حمزة في الزبير. معتقل الزبير كان كلها على غرف صغيرة ما تشيل 20 شخص، كانوا يكدسوننا فيها يمكن يقعد لك 50-60 نفر. ودونا عقبها البصرة وبدأت تحقيق استعمال العنف معانا. كنا نعايش الوضع باستمرار. أول الأيام كان عندنا هناك جهاز رادو، هذا الجهاز خذوه وعطوه حق العقيد صابر سويدان. العقيد صابر كان يسمع الخبر، فرضنا يعني باكر في خطاب حق صاحب السمو، باكر في اجتماع حق مجلس الأمن. أثناء توزيع الخبز طبعا يطلع من كل مهجع واحد عشان ياخذ الخبز ولا الصمون. هذه النقطة اللي رفعت من معنويات جميع الأسرة. هذه الأمور كانت ترفع من معنوياتنا. الرادو تنقل معانا من مكان لمكان، من الرشيد راح إلى الموصل، ومن الموصل راح إلى بعقوبة. يوم كنا إحنا بالأسر الأثر النفسية كانت متعبة. الآن الواحد اللي يفكر يقعد بينه وبين نفسه، الكويت انمسحت من الخارطة. 2/8 كنت كويتي قبل 2/8، 2/8 عقبها خلاص صرت المحافظة 19. كنا نفكر بالوطن، نفكر بالأهل، ما يدرون عني. أنا طلعت من 2/8 ولا من 2/8 خلاص، هل ناصر شهيد؟ هل ناصر أسير؟ هل ناصر مفقود؟ يعني هذا حال عائلتي وجميع العوائل الكويتية اللي كانت موجودة. من الأشياء الجميلة في معتقل بعقوبة زيارة الأهالي، بس هذه الزيارات كانت جدا مؤلمة، كانت قاسية علينا، مؤلمة فعلا مؤلمة. يعني حاليا أنا متألم من هذه الذكريات. يعني أول مرة أشوف أهلي، أول مرة أشوف عيالي. محمد ولدي الصغير ما يبيني، ما عرفني من لحية العودة وشكلي، بس الحمد لله. يعني أهم شيء أنهم طمنت عليهم، هم طمنوا علي، جابوا لنا الخير معهم. الضربة الجوية بدايتها ب17/1، ما أصف لك السعادة اللي غمرتنا أثناء الضربة الجوية. بعد ما انقطعت الزيارات صار بكل مهجع في رادو، في فجر 17/1 انقطع الإرسال، كل العالم كانت تحت الكمبل تقعد تسمع، نشوفها كلها طلعت من تحت الكمبل تقول شو السالفة شنو. بدت الانفجارات وبدت المحطات تذيع خبر بدء تحرير دولة الكويت بتاريخ 17/1، الانسحاب بتاريخ 25 مع العيد الوطني. بتاريخ 26 أعلن الرئيس جورج بوش أن الكويت حرة. سمعناها طبعاً بالراد اللي عندنا، طمننا بهالحالة أن الحمد لله الأقل الكويت رجعت. وطنك، الوطن عزيز يا جماعة، الوطن عزيز فعلاً، الوطن عزيز.